قبل التفاصيل صفية نبدأ بهذا الخبر ونبدأ من شرق المملكة، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن صباح اليوم من تفكيك خلية إرهابية ينشط أعضاؤها بمدينة وجدة، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكة.